شبكة مزامير آل داود تقدم. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان، إذا نبت مشرفيات وخرصان. وينتظى كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. أين الملوك ذو التجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شده شداد في إرام؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيف واسنان، كما حكى عن خيال الطيف واسنان. دار الزمان على درى وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوان. كأنما الصعب لم يسهل له سبب يوما ولا ملك الدنيا سليمان، يوما ولا ملك الدنيا سليمان. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسارات وأحزان، وللحوادث سلوان يسهلها، وما لما حل بالإسلام سلوان، وما لما حل بالإسلام سلوان. دها الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان. أصابها العين في الإسلام فارترأت حتى خلت منه أقطار وبلدان، حتى خلت منه أقطار وبلدان. فاسأل بلنسيتان ما شأن مرسيتان؟ وأين شاطبة أم أين جيان؟ وأين قرطبة دار العلوم؟ فكام من عالم قد سما فيها له شان؟ وأين حمص وما تحويه من نزه؟ ونهرها العذب فيض وما الآن؟ قواعد كن أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان. قواعد كن أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان.
تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الألف هيمان كما بكى لفراق الألف هيمان على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان حتى المحارب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترثي وهي عيدان حتى المنابر ترثي وهي عيدان يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقضان وماشيا مرحا يلهيه موطنه أبعد حمص تغر المرء أوطان أبعد حمص تغر المرء أوطان تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها من طوال الدهر نسيان يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران وراتعين وراء البحر في دعاة لهم بأوطانهم عز وسلطان أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان فقد سرى بحديث القوم ركبان وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرهتان والعين باكية والقلب حيران والعين باكية والقلب حيران هل للجهاد بها من طالب فلقد تزخرفت جنة المأوى لها شان هل للجهاد بها من طالب فلقد تزخرفت جنة المأوى لها شان تزخرفت جنة المأوى لها شان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان وأنتم يا عباد الله إخوان ألا نفوس أبيات لها همام ألا نفوس أبيات لها همام أما على الخير أنصار وأعوان أما على الخير أنصار وأعوان يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم جور وطغيان أحال حالهم جور وطغيان بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان إن كان في القلب إسلام وإيمان إن كان في القلب إسلام وإيمان إن كان في القلب